المدلب يزرع فني يحصد شر الندالي والعز بيرجع للي عنده حكم وأصالي واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله 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 عنا ناس سكرتية بالصبر بيتحلوا بس العواينية رح ينهانوا ينزلوا والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله والخاين يا ويل ويلو يا ويلو من الله 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 اوعى تجيب سير المخلوق ان كان وخص نص لابو ذراع لانه ابو ذراع قايم ايده من كل القصص شايفه حكيت شايفه من بقيت ما تجوز بنت الايد عشري وهو صاير بيتوتي بلا منقوتي انت اصل السبب مو انت اللي ركضت له بجوازته وخليته يصير هيك لا تذكرني بكل القصه ابو غالب لا تذكرني بنوب قوم اعمل لي كاسه شاي قوم كان لازم أقول له للجبان أبو غريب ببي حياته ما عمل سكين لازم خليه مسلطر ويتفق مع حدا منه لرأسه وخليني أنا بعيد عن العين بيكون أحسن أقرأ الفات على روحك يا إذا عشري أجلك قرب يا واطي البلدية نظمت الحال وحطت ايدها على كل ارض ما لها صاحب وصاحب هاي الارض عطته مهلة سنتين من هون لسنتين اذا ما زار حدا لهاي الارض ولا لهاي القرنة ولا لاي مكان بتعود الملكية للبلدية ها وليش للبلدية مو لأهل الحارة كيف يعني لأهل الحارة الشغلة مو لعبة زعيم هاي قوانين حطتها الحكومة ايه وشو المطلوب هلا مجودة المطلوب منكم يا ابو عصام مؤازرته ومساعده الشباب لحتى يقوموا بواجبهم لانه ممكن انه عم يقوموا بواجبهم حدا يتعرض لهم يعمل مشاكل وانا عم دبكم من هلا اي واحد بده يتعرض لعمل بلديه بده يدكه بالحبس لانه هي اوامر عليا ما فينا نتساهل فيها يعني البلديه بدها تحط ايدها على كل ارض مالها صاحب ليش في ارض مالها صاحب ابو جوده افندي الله يا شيخي بعد ما درسوا الحجج واثباتات الملكيه
وشافوا كل بيت بالحارة وقاسوه بالسنتي، تبين لهم انه في بعض الناس معتدين على املاك البلدية، واتضح لهم كمان انه في بعض البيوت والزواريب لها اصحاب ولكن ماتوا من زمان وما لهم ورثة. يعني هالملكانات اللي عم تقول عليها رح تستولي عليها الحكومة؟ اهل الحارة واولى بارض حارته؟ مع احترامي للبلدية، هالفرمان ما دخل مخي ابدا. والله يا زعيم هاي بدك تسأل فيها المهندسين، انا علي نفذ الاوامر العليا وبس. والله يا زعيم البلدية رح تستولي على الارض اللي ما لها صاحب، ورح تطرحها بعد فترة بالمزاد العلني قدام كل اهل الحارة، ويلي له مصلحة فيها بيشتريها. ايوه، يعني بتخلصونا ارضنا بترجعوا بتبيعونا اياها، شو رايكم تبيعونا الهواء اللي عم يشمه؟ يا زعيم البلدية حطت مهلة سنتين لحتى يثبت كل صاحب حق حقه، والأرض يلي إلها صاحب رح ترجع له، ويلي ما إلها صاحب رح ترجع تبيعكم إياها. يعني القانون قانون وعلى رقبة الكل، مني أنا ويجر. وبالمناسبة زعيم البلدية عم تطبق هالقانون بكل حواير الشام. بقى شو قلتوا؟ بدنا نشوف شغلنا. ماشي سيدي ماشي، شوفوا شغلكم. شرفوا يا أساتذة، خلينا نبدأ بالنهار من أوله. يا رب. شرف شيخ عبد العليم. تفضل ابو عصام. الرحمن الرحيم. يلا يلا. شرف جلال المهندس. وين ابوك يا ولد؟ خير خير، شو بكن يا جماعه؟ شو في؟ شرف جلال المهندس، بلغوا. شو بدي بلغوا اخي؟ اسمع يا سيد إيداشري، نحن المعلومات اللي عندنا بتقول انك بتمتلك بيت مساحته 9 قصبات، وهو عباره عن 3 اوض وارض هالدار. مزبوط، والحوش الجوانيه اللي فيها قبر جده لجدي. يا عين عليك يا إيداشري، الحوش اللي مدفون فيه جده لجدك ما طلع لها. هلا عم تحكم من اعلكم؟ شلون مدفون جوا جده لجدي ومو إلي؟ أصلاً البيت هو كله اشترى. مزبوط، هو اللي اشترى البيت، بس الحوش ما كان موجود وما له علاقة بهالبيت بنوب. بس جدك عمر الحيطان، والظاهر كان ناوي يزرع الأرض أو يعملها بايكر الدواب. لك شو دواب ما دواب يا بيك، أصلاً هو مدفون فيها جوا. بالعلامة سأل الشيخ عبد العليم، سأل أبو عصام. لك ما تحكوا كلمة يا جماعة، شو بكون ساكتين؟ والله يا ابني الحجة اللي قدمتها إلهم بتقول هيك، إنك ما بتملك غير هذا البيت. لكن هذا الحوش مين بملكه إذا ما كنت أنا صاحبه؟ هذا الحوش ملك للبلدية، وجناب المهندس بده يسكر الباب اللي بودي للحوش، وبصريح العبارة بقى ممنوع أنت ولا غيرك تحط رجلك بالحوش. هلا كلياتكم جايين وعاملين عراضة مشان تحكوا هالكلمتين وتمشوا؟ بدكم تسكروا الباب ما تخلوني أفوت لجوا؟ شلون يعني؟ إذا كنت مناطحا فناطح بذاتي قرون، دور بالبيت بركدا بتلاقي شي ورقة تانية، يمكن جدك تارك شي حجة تانية. يا سيدي انت ترك وما ترى، انت خص نص بتعرف انه هذا البيت اشتراه جده لجدي. جيب حجة تثبت هاي الارض لك وخدها. شو ابو عصام؟ وانت شو رأيك كمان؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا إيداشري، بس والله العظيم انا شايفه شغلة محرز، يعني مو مستاهلة، الارض صغيرة بس فيه قبر جدي. لك شو بكون؟ بدكم البلدية تهد القبر؟ لك هذا الرجال صاحب كرامات يا جماعة، شو بكون؟ نحن بنعرف الحكي، والبلدية ما رح تهدم شيء. المهم هلا خلينا نسكر هالباب وبعد فترة نعمر الحيط. أبو جودات خلي الشباب يشوفوا شغله. أنت بتأمر. إيداشري إذا لك أغراض جوات الحوش طالحوا. إلي أغراض؟ لا مالي شيء غير قبر المرحوم. صبحي معروف. أموري يعني. فوتوا طالعوا براميل المخلل من جوا، فضولهم إياه خليه يستلم الحوش. حاضر. خير ما عملت يا إيداشري، خليهم يسكروا الحوش، وصدقني ما حدا راح يسترجي مد ايده ويهد قبر مرحوم بنوب، لانه جدك ثروتنا وبركتنا. يلا وهلا لوين بدنا نروح؟ يا شو واقفين هون؟ حركوا يلا عم يلا على شغل. يلا يلا هلا بدنا نروح على بيت ابو حدين الخشيفاتي. مين الطريق ابو عصام؟ انا لا اعرف سيدي. شرفوا شرفوا شرفوا. يلا توكلوا على الله.
شو هالقصة اللي ما كانت لها البال ولا على الخاطر لك أخي؟ شوف طلع ليك أبوك قديش زعلان على قبر جد جده، هو أصلا كان يمضي أغلب وقته هنيك. وبالآخر طلع الحوش مو إلنا، معروف بشرفك أنت كنت مرتاح وفي قبر عنا بالبيت. لا والله يا أخي لا والله ماني مرتاح بنوب، بس شو بدنا نعمل؟ تعودنا عليه. هلأ قلتك البلدية بتهدوا للقبر؟ لا 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 تخاف ما بيهدوه أبدا، لأنه ساعتها لا أهل الحارة حيسكتوا ولا الزعيم. ها وليش ما تدخل الزعيم وترك لنا الحوش؟ لك أخي عم بيقولوا لك شافت الأرض هي أصلا مو إلنا، وهي أصلا أصلا تعب على اللزقة، فهمت علي شلون؟ أنا فايت لعنده أحكي معه كلمتين، والله قلبي محروق عليه، بين عليه زعلان كتير. صبحي روح لطعم له كاسة شاي قوام روح. أنا برأيي ما تحكي معه هلا لأنه معصب كتير. أنت روح عمل له كاسة شاي وما دخلك، يلا تصطف روح. يعني هلأ البلدية استولت على كل هالمالكانات هي واعتبرتها مشاع؟ هذا اللي صار يا أبو شهاب، وقالوا إذا حدا أثبت ملكيته خلال سنتين بيثبتوا له إياها، وبعد هالمدة رح يعملوا مزاد لأهل الحارة مشان يبيعوهن إياها. ولله في خلقه شؤون، بس هي المالكانات اللي حطت ايدي عليها البلدية بعد امرك زعيم كلها لازم نشتريها ان شاء الله اذا الله راد. وانو مالكانات اللي حطوا ايدهم عليه هون؟ على شافة الارض اللي كان عم يتخانق عليها ابو محدين وابو شوكات، واربع دكاكين للمرحوم عبد الهادي الشمعة ابو حسين، تعرف هذا توفى وما له ورثة، وفي الخرابة يلي مدفون فيها جد جده للإتعشري زهر الدين الشوال. شو بدهم فيها هي كمان؟ يعني القبر ما بينهد والخرابة لا بتنباع ولا بتنشرى؟ ما بعرف، بس هن سكروها ومنعوا حدا يفوت عليها. يلا بسيطة، هلا بس يعرضوهم للبيع رح تكلهم حقهم، هذا إذا ما حدا من أهل الحارة اشتراهم، بس ما رح أخلي البلدية تحلم تضل حاطة إيدها عليهم، هذا بعد أمرك زعيم. بالعكس، لهفت قلبك على أهل الحارة وأرضها بخلوني انبسط منك كتير عديد. صحيح زعيم، مرق لعندي أبو حسن. أبو حسن شو الحكي؟ قال بدهم ذخيرة إذا كان بالإمكان. نفكر فيها وإن شاء الله خير. اللي بده يجي لعندي بده يكبس الفأس اللي راح تكون على باب البيت من برا، بتقوم تشتغل الرمبر راح تكون هون بأرض الديار. انت اش كان كنتي بالمطبخ شو ما كنتي عم تساوي بتخلي عينك هون. هلا انت فهمتي كل شيء قلته؟ والله تاريتك حلوة لك يا زهرة، ايه ما عم تفوت بقعلي انك لا بتسمعي ولا بتحكي. الأكل يا سلام شي ناهي كتير. ما قلتيلي امك مرت عمي انبسطت عنا؟ بزمتي قالت عني اني منيح. إن شاء الله حاكم رأي أخوك خاطر غير هيك، أخوك خاطر ما بيطيقني، إجا لهون وصل لعند الباب وصل أمك وأختك وما رضي يفوت لعنا، لكن حتى حكي ما رضي يحكي معي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو الحل يا دعشري؟ شو الحل؟ البلدية أخذت الحوش وقفت الباب والذهبات جوا. هو زي حالي بخلع الباب وفوت وطالع الذهبات وبرجع بركبه، أصلا هو ما لقيان دفشي. بس المشكلة إنه صار الموضوع كتير صعب، صعب كتير، صار بدي وقت أطول لطالع الذهبات من القبر، وشحن الأولاد موجودين بالبيت بالليل والنهار. بعدين بجوز حدا يحس علي من اللي عم يمر ومزقاه،
لا 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 لا، ما حسبنا هيك منه. مين كان بيعرف انه هالحوش مو لجدي؟ مين؟ روق دعشري، روق وفكر على مهل مهلك. الشغلة ما لها سهل بنوب. لو كانوا الأولاد بيعرفوا كانوا ساعدوني وكنا طالعنا الذهبات سوا. بس شو بدي لهم؟ شو بدي لهم؟ قل لهم إني سرقت ذهبات إبراهيم وقتلت الحارس أبو سمعه لما نحس علي؟ لا، إي والله بنزل بنظرهم لأسفل السافلين، وخص نص إن الأولاد صايرين مع ما يقطعوا فرض. هلا لا يا بي، لا، لازم لاقي لهم شي صرفي ولو كان يوم واحد بالليل. لك إيه ليلة وحدة بس وبتقلب حياتك كلها يا دعشري، تقلبها فوقاني تحتاني. خفوا ايدكم يا شباب، خفوا ايدكم. طمن لي بالهم لأبو حسن وزيبة وقلن انه بإذن واحد أحد رح نجمع شوية مصاري ونأملن الزخيرة. كتر خيركم عبيد، بس الزيبة بقلكم ديروا بالكم مزبوط، العيون مفتح علينا بهالكم يوم. أنا قلبي حاسسني انه واصلهم شي إخبارية وحاطيننا تحت عيونه. أهم شي عبيد ديروا بالكم من الدواسيس، الدرك مجندين كتير من العوينية لحتى ينقلولن الأخبار. لا تهك الهم، وصل السلام للشباب أماني. وصل بإذن الله. لساتكم بالمليحة؟ إيه لساتنا هنيك، وإذا غيرنا مطرحنا رح نخبركم. يلا خاطرك مهون، يدير بالك. سلام عليكم وشار. الله معك أبو محمد، مع السلامة. لا تكل هم الشعيرات، بيصلوكم بموعدهم إن شاء الله. مشكور، ما قصرت. سلام يا شباب. سلام. سلام. هم يا شباب هم. هذا القبضاي اللي حكيت لك عنه. دراع. مر عقيد، نط على الفحم يجيب لي شوارين ثلاثة فحم. بس عنا فحم كتير عقيد. معليش، دريت انه الفحم بده يغلى، خليه يكون عنا كم شوار زيادة بيكون أحسن. تأمر معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين برجال. أهلين عقيد، بعرفك صخر أجدع قبضاي بالشام كلها. محسوبك أبو الحكم. أهلين بأبو الحكم. أهلين بالعقيد. فهمت شو القصة؟ فهمت سيدنا، أبو الحكم رح يمحي لك ال 11 على وش الأرض. معي بيعجبوني اللي بيفهموا، مشان المصاري. لا يا قبضاي، مصاري شو؟ نحن بنخدم ببلاش، والقبضايات أي بياخدوا من بعضهم أجار تعبته. أخي اترك الموضوع على أبو الحكم، أنا شرحت له كل شيء، فهمته كيف يلاقي له الواطن 11. وإذا بتحبي خلصنا من أبو شهاب بطريقه كمان ما عنده مانع. أبو شهاب انسى، هذا حصتي. دعي له تكون منيته على إيدي. إيه، إن شاء الله تكون منيته على إيدك. لولا ما بعرف إنك حاطه براسك من أبو الوادي كني، ما كنت تركته وحياتك. وهيك أبو الحكم؟ هيك ونص. بلغ العزة دلال، هلأ إذا رشيتك بالمي بتروحي بتشكيني لأمي. أنا رشيتك بالمي؟ يبعت لك حما شو بتحبي تبليني؟ لا مسكينة، والله القط بياكل عشاكي. فكرك ما شفتك يعني؟ أمية تعي لقلي. ايه أخي شو بدك تقلي؟ صوتي صوتك، بدي أسألك شو صار مع عمال لطفية؟ يعني ما خلصت الجهاز؟ ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ يعني العرس بعده بموعده ولا تأجل؟ لا أيوه، ليش لحتى يتغير موعد العرس؟ أكيد لساعته بنفس الموعد. طيب هيكي بدي إياكي تقسيلي وتفهميني من أمي، بس أنا ما سألتك شي بنوب. ها خلص أخي، اليوم رح أعرف لك كل شي. إيه الله يخلي لي إياك. عصام يا مو، قبل ما تروح الله يرضى عليك طالع لي جبن الكبة من المطبخ وحط لي إياه بالليوان. حاضر يا مو. حاضر. جميل استني. Thank you.
شو كان عم يسألك عصام؟ كان عم يسألني عن العرس إذا لساته بموعده ولا تغير. يا مو شو له إذا رجع سألني؟ شو بدك تقلي له يعني؟ ليش أنا بعرف شيء؟ مو بدنا نستنى صاحبة العصمة لتخلص. ومين هي صاحبة العصمة يا مو؟ فريال خانم بنت العز والرز. مين يعني؟ بدك شي يا مو؟ لا سلامتك يا مو. يلا بخاطركم. الله معك، مع السلامة. عصام لا تنسالي اللبنات. حاضر يا مو. وانتي وليه؟ لهلا ما خلصتي؟ حاضر يا مو، لكني عم بشتغل. اطمني وطمني الجماعة انه العرس ما رح نأجله، وبإذن الله الجهاز رح نلحقه. ايه منيح طمنتيني تقبريني، لأنه أبو عصام متوغوش كتير على موعد العرس. بعرف أنه أبو عصام هو اللي متوغوش وكلان هم ابنه، مو هالحرباية أم عصام. دخلي؟ ليش ما عاد إجت لعندي وأطعدني بفرد قطعة؟ لك هي آخر مرة كانت عندك، بس أنتي اللي ما عدتي زرتيها. أنا بحقه هي شو دقه؟ أنا مشغولة بجهاز بنتي ويا دوب لحقه. هي شو عندها؟ روحي يا اختي تصفلي منك إلها، انا وجعني راسي بيناتكم، رح تصيروا نسايم ومالكم طايقين بعض. عادي عادي امزكي، وين رايحه؟ عزمتك عندي على محاشي. محاشي لك؟ هلا عود لك محاشي، بعرفك بتحبيها كثير هالاكله، وانت وحدانيه ما رح تساويها لحالي. بس انا مشغوله هيك فستان العرس ولطفي هلا ما بتعرف تحفر كوسه وباذنجان، قلت لحالي بركي تتسلي فيهم لحالي. شو علي هاتيهم؟ تقبري قلبي. يا مو لطفيه، جيبي الواعة اللي فيها الكوسايات والباذنجانات، وجيبي معها المحفرة والسكين. ما قلتي لي امزكي، شو رأيك فستان العرس؟ حلو كتير، بس فستان زهرة كمان بجنن، ومين ما شافه لهلأ لسه عم يحكي فيه. بالله شو؟ هلأ فستان زهرة أحلى من فستان بنتي؟ يمليكي محمجة بتفصلي الكلام على كيفك. لك أنا قلت لك إنه فستان زهرة أحلى من فستان لطفية؟ عم قل لك هذا حلو وفستان زهرة كمان حلو. اي لا ستي مانو حلو. فكرك نسوان الحارة ما حكولي وشرحولي عنه؟ قالوا لي تفصيلته قديمة وشرشوح ونوري. لا خلاص خلاص، انتي ما بتتجادلي بنوب، احسن شي الوحدة لا تأخذ ولا تعطي معيك. تعي خالتي، تعي حبيبتي. ايه وحطيهم هون، ان شاء الله بيسلموا هالايدين. الله يسلم. لك اللهم صلي على النبي حولك، شو حليانة وصاحة. وينك فريال؟ خليها تحط خرزة زرقاء، أحسن ما يصيبوا لك إياها بالعين قبل عرسها. لا تخافي علي، عملت لك كم حجاب عن الشيخة ظفيرة وحطيتهم هون بكل فستان، بالتانية تبع الفستان يعني. يا مو والله الحجاب ما نو عاجبني، خليني على الخرزة الزرقاء أحسن. سدي باجوقك وليه؟ روحي 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 ساوي لنا شي نشرب وروحي. لك حرام عليكي حرام عليكي، لا تكسر خاطرها، صارت عروس. لساتها صغيرة وما بتعرف صالحها. قال حجابات الشيخة ظفيرة مو عاجبتها. قال محاحا، شو يعني حجاب ظفيرة بيروح العين والحسد؟ لك ما بتتذكري لما انكتبت الحجاب لابن مهيثم الصغير ووقتها كان ضعفان وبعد يومين مات الولاد؟ لك يوميتها قالت للشيخة ظفيرة لأم هيثم حطي الحجاب تحت المخدة بعد ما تروح عنه الحمى، بس هديك ما سمعت منها وحطت الحجاب تحت المخدة وكان الولد عم يقلي قلي ومثل النار. يعني إذا بدها تستنى لتروح الحمى من الصبي شو فايدته الحجاب لك؟ لك هاي الشيخة ظفيرة عم تضحك على العالم. ولك اسكتي اسكتي لا يقوم حدا يسمعك ويوصلها للشيخة ظفيرة، لك بتنتقم منك وبتعمل لك عمل. وحيدون بقى انا وابو شاب زعيم رح نعملنا مكوك وفتلة بالحارات نجمعنا شوية مصاري. والله يا ابو عصام انا بفضل انك تروح لحالك، هيك ما بيشك حدا. يعني اللي بده يشوفك فايت من حاره وطالع من حاره راح يقول عندك شقه على مريض هون وطهور هنيك، اما اذا راح معك ابو شهاب راح تفتحوا العيون على حالكم. خلص زعيم صار اللي بتامره بيصير. يلا امي اسمحوا لي. شو ابو عصام شو صار موعد العرس تاخر مو هيك؟ والله يا زعيم يعني عدم مؤاخذه نحن من جهتنا جاهزين كاملين مكملين الحمد لله، بس يعني عم نستنى الجهاز وما جهاز انت ادرى. فهمت عليك، خلص بكره رح نشوف شو القصه ونحدد موعد العرس نهائيا. يلا خلينا يا يلا عمي سلام عليكم. الله ما وضع عصام. Thank you.
ضيف مين؟ مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو الله يرحم ابنك عمي الله يرضى عليك. انا وعصام الحكيم عمي. بسم الله عليك. لك عمي ليش نايم هون؟ حدا بينام بالسقايف؟ شو عقوطك مطرح تنام فيها؟ مالك بردان؟ وعصام؟ وعصام؟ معك مصاري؟ معي مصاري. اعطيني مصاري ابو عصام. شو بدك بالمصاري لك عمي؟ بدي اشتري كعكي. تكرم عينك. زيك عمي. زيك هي فرانك. بس هلا ما فيك تشتري شيء. الدكاكين كلها مسكرة، الحارة كلها مسكرة. بكرة الصبح تفتح الدكاكين تشتري الكعكي. ايه قوم عمي قوم. قوم الله يرضى عليك. قوم هاي ليلة قوم. قوم قوم بسم الله عليك. قوم. وين عكستي؟ ايه شعلك يا يلا. سكر سكر سكر. يلا عمي تكر على الله روح. يا رب. شو اخبار ابو النار وابو ساطور؟ عم تسمع شيء عنهم ابو شهاب؟ والله ما عم بسمع شيء عنهم يا زعيم. من شان هيك الفار عم يلعب بقلبي. بس ولا يهمك، صاحي له وحياتها. دير بالك على حالك. لانه الغدر بيروح اكبر شوارب. اي لك، لانه القبضاي بيواجه وش لوش، بس الندل بيغدر غدر، والخوف من طعنه بالظهر. هذا اللي بدي اقول لك عليه. لانه ابو ساطور وابو النار ما بيخافوا من الله. يلي ما بيخاف من الله خاف منه. شو هذا؟ شو هذا؟ ماجد؟ ماجد؟ أبو ماجد شبك متسطح على الأرض؟ جايته حمى قوية، جبينه سخن مثل النار زعيم. لازم هلا يشوفه أبو عصام. خذوه على الحمام وخلي عبده يجي يسلم مكانه. أنا رح أمرق على أبو عصام لحتى يجي شقالي. يلا يا رب. قوم أبو ماجد قوم. على مهلك على مهلك. يا رب. على مهلك على مهلك. والزعيم قال لك إنه رح يروح لعند فريال ليستعجلها مشان العرس؟ هيك فهمت منه. هيك فهمت. كأنه هو مجعوز منا لأنه عم طويل. لك سؤال؟ نعم ابن عمي. عم يخطر بالي بركي ما عجبتها الجوازة للخانو. وليش حتى ما تعجبها يا بعدي؟ ليش رح يصحلها شاب مثل عصام حسب ونسب؟ بحياة عمرها ما كانت حلمت بيك عريس لبنتها. إن شاء الله خير إن شاء الله خير. ما تنشوف الباب يا بي. حاضر يا بي حاضر. والله بيهب بدني لما بيندق الباب بالليل. خير كله خير. يا بي يا بي الزعيم على الباب يا بي. مين؟ الزعيم؟ الزعيم ذات نفسه؟ ايه يا بي ايه. قال لي البس اواعيك وخذ شنطتك واطلع بسرعه، هو ناطرك على الباب برا. الله لا يعطيك عافيه. لك شو بخليه واقف برا؟ يا بي قلت له تفضل. قال لي خلي ابوك يلبس اواعيه وياخذ شنطته ويمشي بسرعه، هو ناطرك يا بي. يلا 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 جاي جاي جاي. هذا جايته حمى ماكني، بده كمادات مي بقلبي. بس ما تكون حالته صعبه. لا 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 ان شاء الله من الصبح بيفز مثل الحصان زعيم. انتوا روحوا اتكلوا على الله، انا بايع عند منهم. وانا معك صهري متناوب سوا. ان شاء الله خير. الله يعطيكم العافيه، ديروا بالكم كثير منيح عليها. على عيني زعيم. يلا ابو شهاب خلينا نمشي. شرف زعيم شرف. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله معكم مع السلامه. بسم الله عليك. بسم الله عليك يا ابو ماجد. بدك شوط من بدري. عبدو وين عبدو؟ عبدو عم يحرس الحارة بدال أبو ماجد. أنا أحشب لك المي. يلا يلا قول الله. هي 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 أبو ماجد. أبو ماجد قوم افتح الباب بدي روح. وين رايح بهالليل؟ مين أنت مين بعد عني؟ عرفتك تخلصني مصاري ما؟ لك أنا عبدو. عبدو شو بك لك صطيف؟ شو صار لك؟ قول والله أنك عبدو. والله العظيم أنا عبدو. ما قلت لي وين طالع برات الحارة بنصاص الليالي؟ بدي روح عند امي. لك ليش انت بتعرف تروح عند امك لحالك؟ بتعرف بيتكم بالاصل. عود عود لانك عود. تشرب شاي؟ ايه حط لي شاي. تع تع عود. يا رب. عود بارضك نزيل. وين؟ هون هون. ايوه يلا. ايوه زيك لك. هاي كاسة الشاي هات ايدك. تع شوي شوي. بسم الله. خرب بيت سنتك يا سطيف، شلون غب كاسة الشاي كلها وهي سخنة مثل النار؟
على عظم رقبتي انت شايل سقف حلقك ما في كلام. حطلي شاي. طبعا لا يا عمي لا هيك ما بتوفي معنا بنوب. انا عامل براد الشاي مشان اصطهج عليه كل الليل. بدك اني خلصه باول السهره؟ لا عمي ما حذرت. بعدين فهمني شلون بدك تروح لعند امك وانت ما بتعرف بيتكم؟ فهمني يا هلا هي. ايه ايه بدي روح لعند امي. وحياة عينك لو انك بتعرف عنوان حارتك لاختك وصلك على بقى بيتك. منين انت لك صيف منين؟ انا هنيك قاعد في عنا اوضه وفيها حيطان كبيره كتير. ها اوضه وفيها حيطان كبيره كتير. بعدين تعال اقول لك يعني ما بتتذكر لك اسم شي مختار عندكم بالحاره؟ اسم الشيخ. شيخ مزبوط انا بعرفه للشيخ. شو اسمه انا اللي عم اسالك شو اسمه؟ لا جنني. شيخ حارتكم شو اسمه؟ اسمه الشيخ عبد العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا سطيف الشيخ عبد العليم شيخ حارتنا مو شيخ حارتكم. فاصهري فأبو ماجي. خير. خليك ماجي. خليك أنا أرضى عليك. لا الحمد لله. خليك مرتاح. شبالي أنا شو صاير لي ويني أنا؟ إن كانت حرارتك مثل بيت النار بالجواني بس البركة بصهري أبو عصام راحت لحمد الصهري. بسم الله عليك إله الحمد لله الحمد لله الحمد لله زال بأس مع قلبك شر يا أبو ماجيد. هيك خلتنا نخاف عليك هيك. شو صار؟ بتذكر أنه أنا كنت قاعد بالكلبك تبعي بعدين تعبت شوي وصرت أبرود وبتذكر أنه شفت الزعيم وأبو شهاب. أنا شفته مزبوط ولا أنا عم هلويس؟ مزبوط أبو شهاب جابك لهون وأنت مالك بوعيك. لو تعرف يا أب ماجد شو صار الزعيم مشانك. إجا لعند مني خص نزات نفسه على البيت وشحطني شحط لهون بس مشان يطمن عليك. ها؟ صباح الخير عبدو. الله يصبحك بأنوار النبي. أهلين عمي أبو أحمد. شلونك؟ وينو أب ماجد؟ أب ماجد والله مبارح بالليل تعبت بعدته على الحمام خليته يريح هنيك شوي. خير والله ما بعرف هسه اذا الله ما كذبني صار معه حمى. لا هيك وحشني عليه انشغل بالي كثير عليه. لك لا ينشغل بالك ولا شيء اكيد هلا بيكون صار منيح ما في كلام. خلص شو بدك انت بس ادعي له يا رب الله يعافيه ويعافي كل موجوع. امين يا رب. لك دي بعد هيك اسرع هيك تنبر نهرس رجلي. اسعنا عمي اسعنا. صيد مين وين انا؟ وين انت؟ مدفوس بالمحرس على باب الحارة. قوم خلصني قوم نسكتر. يلا ما حسيت على حالي ما بعرف شو صار. السلام عليكم. ها هاي عمي أب ماجد هون. الحمد لله معناته صحتك صارت تمام. الحمد لله بس البركة بأبو عصام وأبو قاسم يلي سهروا معي للصبح. الله يطول عمرهم يا رب. شو هالحكي يا أبو ماجد؟ انت واحد منا. امبارح كانت حالتك تصعب على الكافية. شو بدك يانا نتركك ملحوش بالحارة؟ عمي أب ماجي اسمع مني والليلة لا تجي على النوبة وروح نام ببيتك. خلص يا أخي أنا بسد مكانك. ليش لك يا ابني شحني ها ما فيني البلا شو بني؟ معلش أب ماجي اسمع كلمة عبدو اليوم لا تجي على النوبة. روح نام ببيتك يا أخي خلي شوفوك ولادك شي يوم نايم عندهم شي. ماشي الحال ما بدي أخسرك منكم مثل ما بتكون. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك أب ماجي سلامة. فوت نملح شي ساعتين زمان قبل ما تبلش الزباين تجي على الحمام. لا معلمي انا عم بقول باعلي يعني انه بركي بنكسر الصفره سوا هيك من عند عمي ابو سمير زبديه تسقيه وصحنين فول على كيفها. ايه شو علي؟ تعال سيف وجيب لنا الخبزات سخنين عند ابو بشير قبل ما يصع الطريق بسرعه ها لاني انا كمان مخور من جوا. وصلي راجعه معلمي ما في كلام. يلا. السلام عليكم. صباح الخير شباب. أنا عبدو. علي عبدو. شو مستعجل كثير؟ بيكون جوعان ووصيله على شي صحن فول أو مسبحة من عند عمك أبو سمير. علي عبدو إذا بتحط له صحن لحمة مشوية وصحن مسبحة منين بياكل يا حزرة؟ من صحن المسبحة. صحيح عصام، أنت إمتى عرسان؟ الخميس الجاي. شو هالحكي؟ لك صار لي شهرين كاتب كتابي. شهرين؟ معلوم. يا لطيف الأيام كيف عم تركض ركيد؟ هلا يعني الخميس الجاي رح نفرح فيه؟ إن شاء الله يا رب. لك روح يا عصام والله لا اعمل لك عراضه ما صارت بالحاره من 10 سنين. كفو خاطر كفو. السلام عليكم. السلام عليكم.
يعني نعطي كلمة للجماعة لحتى يكون العرس يوم الخميس الجاي؟ هو الجهاز يعني ما خلص تفصيل، بس منشان خاطرك يعني ما منغير نوع. الجهاز بيخلص بعد العرس، ما بصير شيء. الجماعة استنوا عليك شهرين، شو بدك ياهم يستنوا أكثر من هيك؟ ما رح خليهم يستنوا عمي. مثل ما قلت لك، أنت صاحب الكلمة. خميس الخميس. اسمعي فريال. مور عمي. أنت بتعرفي منيح إنه أبو عصام وعصام وعيلته من كرام الناس. ونسبهم بيشرف أحسن عيلة. ومشان هيك بدي إياكي تكوني كتير منيحة معهم. وخصوصي مع عصام. عصام بده يشتر على بنتك ويصل لك عرضك. وعرضك يعني عرضي. وأنا ماني قليل فمانة. يبعت له 100 حمى اللي بيقول عنك هيك عمي. ولو أنت تاج راسنا. فهمي الكلام منيح. قلة العقل وكلام النسوان والحكي اللي طالع نازل واللت والعجن ما بطيقن ولا بحب اسمعن ابدا. يوه انا بدي لت واعجن؟ انت بتعرفني هيك يا عمي؟ لاني بعرفك عم قلك هالحكي. بقى اعملي اللي عم قلك عليه ولا تسودي لي وشي قدام الجماعه. انا راح اخبر ابو عصام يجهز للعرس يوم الخميس الجاي. يلا خاطري. أول ما بتفوت على حارة الضبر بتضلك ماشي لحتى تصل للقهوة. بتشوف لك شي زاوية فاضية وبتلطي فيها، بس لا تخلي حدا يشتل عليك، لأنه قال حارة الضبر إذا شافوا حدا غريب كلهم بصيروا راقبوه من تحت لتحتها. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام. عليك. 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 وباين عليه فايت لهون في براسه موال. لا تبحلق فيه كتير ولا تحسسه بشيء، لأنه هذا مثل الديب بشم ريحة عدوه من بعيد وبيعرف عدوه من نظرة. إذا حسسته بشك فيك من أول نظرة، دير بالك منه. علي عمي أبو معروف. شريف. علي بالشباب. يا ميت عليه وسهلين. خليل. بشو بتحب نخدمك أبضاي؟ شو بدك تخدمني؟ يعني قلت لحالي إذا بدك حدا هون بالحارة عم تسأل عن حدا، نحن خدامين لأبضايات. عم بسأل على أبو ساطور. أبو ساطور؟ شو بدك منه؟ إلي معه مصاري، وقالوا لي ساكن هون عندكم بالحارة. أيوه، وأنت عم تستناه يعني؟ أنت شو بدك؟ ليش عم تسأل كل هالأسئلة؟ لا ما في شيء، قلت لحالي إذا بدك تستناه هون بالقهوة بجوز يطول ليمرق. فات لحالي بدلك على بيته. لا 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 تدلني، وقت انا بدي بعرفه لحالي. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفت أبضاي. قال عم يسأل عن ابو ساطور، بده منه مصاري وعم يدور عليه. ها ليش ما بيعرف انه ابو ساطور ترك الحاره؟ انا ما قلت له لا ترك الحاره ولا ما تركها، قلت له اذا بدك بدلك على بيت ابو ساطور. قال لي اذا بدي لاقيه بلاقيه لحالي. وقع حاله بحاله. ولك عالمي على هامان يا فرعون. قال بده مصاري من ابو ساطور. قال ما منقول الا الله يقدم اللي فيه الخير يا زعيم. يلا اخي انا حامشي مشوار اللي اتفقنا عليه. مع السلامه، بس بدي اخبار طيبه. باذن الله. سلام عليكم عمي. الله معك ابو عصام. الله معك. مع السلامه. يا الله يا ارحم الراحمين يا الله. لا تسكر الباب اخي ابو حاتم. اهلين اهلين اختي مزكي يا ميت. يا العين. صباح الخيرات. صباح الخيرات. الجماعه جوا اخي. ايه جوا، فوتي كسري الصفرة معهم. بس بدي اسالك اختي مزكي. تفضل. ام حاتم ما طولت عن ولادتها هالمره؟ ايه لا انت الثاني شو طولت؟ هن شهور بدهم يمضوا، وام حاتم يا دخلت بشهره يا اما رح تدخل، يعني قربت تولد. اسكتي يا أمزكي اسكتي.
والله قلبي قامتني هالمرة، خايف هالبطن كمان يجيني بنت، والله ساعتها بيطقوا أعلاتي. صلي على النبي يا أخي أبو حاتم، صلي على النبي. شو بك؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه. هلأ المهم الله ينتهى الحرمة بالسلامة، وشو ما إجا نعمة من رب العالمين ورضا، وأنا بعرفك طول عمرك إنسان مؤمن ورضيان بما الله أسم لك. الحمد لله يا أمزكي، الحمد لله. شرفي أختي أمزكي، شرفي. يلا خاطرك أخي أبو حاتم. الله معك بأمان الله. يا الله يا أرحم الراحمين. عليكم السلام. أهلين أبو حاتم. أهلين فهد، يا حي الله. شو شلونك؟ الحمد لله. شو وين الطناجر والكمواعة يلي قلت بدك تبعته؟ ما قلت لي بدهم تبييب؟ والله راح عن بالي يا فهد، تعرف صاير واحدنا عم يكبر وعم ينسى، بس إن شاء الله اليوم ببعت لك ياهم مع الجيري مسلم. أمور عم أبو حاتم. برضاي عليك، اتصل على البيت لعندي على السريع، في كم طنجرة نحاس وكمواعة بتقلن يعطوك ياهون وبتاخذهم لعند فهد المبيض، انا حكيته عليه هون. وصل عمي ابو حاتم. بريم هلا دائت عينون على شقفه هالارض الصغيره والمدفون فيها جرداب، شو بدهم يعملوا فيها؟ شو بدهم يعملوا فيها؟ شايف بالله يا ابو حاتم شايف، لك على ما اقول لك انت كل يوم فوت على الحوش نظفها، رش مي على قبر المرحوم، لك هلا سكروا الباب ما عاد يخلوني فوت. ولا يهمك ابو معروف، الحوش إلا ما يرجع لك بإذن الله. أنا طول عمري ما بتذكر هالحوش إلا وفي قبر جدا. منين لوين طلع للبلدية؟ تعري عم أفكر روح لعند الزعيم وأحكي له كل القصة، بركة بيحكي مع البلدية، بعدين أخي رجال الحارة لازم كلهم يدافعوا عن هذا القبر. لك أبو حاتم، هذا القبر أغلى من الذهب، أغلى من الذهب. أنا اللي سمعته إنه البلدية بعد سنتين بدها تبيع كل مالكاناتها اللي حطت إيدها عليها بالمزاد. شو يعني بالمزاد حتي؟ يعني اللي بيدفع أكتر هو اللي بيشتري. حلو، بس كان هيك أنا بشتريها منهم مرة تانية. أنت من لك؟ خلاص ولا يهمك، وقت اللي بدهم يبيعون نحن منشتريون. خلاص حط إيديك ورجليك بمي باردي. كتر خيرك يا أبو حاتم، أنتوا هيك بتكونوا فضلتوا علي وعلى جد جدي كمان. نحن ما فضلنا على حدا، وفضلنا على حالنا، نحن أهل حارة وحدة. شوف لما سرق أبو إبراهيم. مين؟ أبو إبراهيم ما سرقوا ذهباته وتهموك فيهن وبعدين ظهرت براءتك؟ والحكي بيناتنا، نحن كلياتنا عباوات الحارة اتكافلنا وتضامنا ولمينا له شوي من ذهباته وما خسرنا شيء، بالعكس هو وقف على رجليه بالسوق ورجع مثل الأول. بيقول المثل طالما جارك بخير انت بألف خير. ايه والله مزبوط الحكيات، مزبوط. وان شاء الله بيسلقها هون بصحته وعافيته، لانه المال الحرام بعمره ما دام والا ما ياكل صاحبه. يا ميت اهلا وسهلا، تفضلي ام بشير. ان شاء الله بيسلموا هديات الهي. هدى بتشربي قهوه؟ لا ايوه، شو تشرب قهوه؟ اي والله عيب ام ابراهيم، اي والله والله انا ما شربت قهوه لبعد ما تجوزت. وانا مثلك تقبريني. دخلك سعاد خانم، ما عزمتك على عرس ابن عصام؟ مبلا عزمتني، وفريال كمان عزمتني، ليش انتو ما انعزمتوا؟ لك انعزمني تقبريني. اي يغزل عين يغزل عين، اي ما خلوا حدا بالحاره الا عزموا. اي والله السعاد خانم ما بتخلي الواحد يحكي عليها كلمه واحده، بس شوفي فريال بعد خطبة بنتها كيف نفشت بحالها، صايرة مثل الطاووس، نفشة وشوفت حال على الفاضي، يعني فافوش. ايه ستي تعودنا عليها. ايه بس الله يستر من هالجوازة، قلبي حاسسني انه رح تعلق بين فريال وسعاد. والله معك حق، بعمرك ما تقربي الزيت على النار. مران مسليم وينك؟ انا هون ابن عمي. وين الولاد؟ عند امك. قال شو ولدت قطتها؟ راحوا يشوفوا ولادها للقطه. ايه معلش بينبسطوا. غمض عيونك. يوه ليش ابن عمي؟ خلص غمض عيوني. ها فتح. شو هاي؟ ذهب اللي انا؟ ايه لك لأحلى بوران بالعالم. منين جبت حقه ابن عمي؟ لما بعت الحمام خبيت حقه.
ولما ركزت رجلي بالدكان زاد شغلي وصمتت حق السنسال والمصحف. حلو حلو كتير، يسلموا ايديك. عشو بوران؟ ما انا بعت لك نص ذهباتك ضل عن الشيطان، بس باذن واحد احد رح اعوضك اياهم كلهم. والله ما عم صدق عيوني. صدقي لك بوران، صدقي انت بنت اصل. الله يديمك فوق راسنا ويعوضك كل قرش بعشرة، يعطيك على هوانيتك يا حق. اتطمن، عرفتوا الإيداع شاري. ودي صوتك أبو طرح بيكون صورو. صورو كيف عم يشتغل عندك؟ بعدين بحكي لك. لمن ملا حفظت لي وشو؟ حفظت بصم بحياتي ما رح انساه. اتطمن. شو ناوي تعمل؟ انت ما بدك تسمع خبره، انا رح اجيب لك خبره. لا تقتله بالحارة. لا شو مجنون، انا لحتى اقتله بالحارة انا بدي يلطيله برات الحارة كل يوم، بس يطلع رح ادلق لك كرشه على الارض، لا مين شاف لا مين دري. انسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي بنشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا. ورد وبحره ونارنجي احلى الاسامي، زينه الحاره فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فيني يحصد شر الندالي، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالي، واللي بيحلف يمين